السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم جداوي وصباحكم صباح الخير وصباحكم صباح الورد والنور والنرجس. بقية هبات حمد قلت للمكان عود يضم 40 آدمي، قال لا أنا ولا مبات. يوم حادي أبوي يلستنا شبوي صار حجز في الفندق هذا اللي مشاحتنا، بغى في فندق اللي نحن فيه ما لقى، حجز في الفندق هذا نسيت والله خبرني به قبل ما يظهر. المهم ترخص وسار الرجال وبات. انا رقدنا البحر من الساعة 8، هو نشبوي الساعة 1 وما طعيه رقاد، وانا ابوي تولي ناش الساعة 7:30 قاصر زايد شوية نشيت مرقاد وذينا يلطل الوي على ما تشوفون وبس وحيد دريوي تريه تحت وراد الباح طيحة طيحة حمالي. تقريبا رقدت 11 ساعة من بار التعب طياير وركضة ودبجة وبرد فيه ستون وحدة، والحمد لله الأمور طيبة وحين حمد يتريق تحت وبنسير بنتريق. موصوف لنا مطعمين حجازي ويماني، بنطالع عاد شو من هاللي بيوز بنتريق فيه وبنوافيكم بالسجدات. أولني بصورك من قبل ما تشوفني ما رمت. Good morning حمد. شو ما زلت تحدو الصناديق الأول يسمونه مكة مدينة أحاطين من هنا. Good morning my brother. Good morning my son. أنت هلا هلا هلا. ما عرفت أخذ ولا عسنتم ولا عسنتنا؟ لا ما لنا نحن نتابعنا. صباح الخير. صباح الخير. إيش حالك؟ تروم تودرني؟ ما روم. ليش يا سيد؟ سلت عنك أبوك ترتاح. أنا شوف الله عليك أخرخش. شفت قاعد دوخت البارح أشوفك طيحت حمالي من عقب لك الفنان هذا. اي والله ما رمنا واليوم يكتبوا لي والله في مطاعم اكتب لي خيركم احنا نشتغل على الهواء من ناكل المفند. أقولكم يا جماعة الخير ترى المطعم. أول شيء السلام عليكم محمد. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الله يسلمك. Good morning. كل العرب أبوي لين تعاملت وياهم وكرت وجيت وياهم ترسل لك مسجات من أبو ظبي والعين ودبي وجميع أنحاء الدولة، كلنا أبوي مترسل لك مسج وكلنا يسلم عليك سلامك كثير. حد ياك أنت حد طرت لك رسائل وشيات؟ نعم جتني رسائل جتني اتصالات كمان الله يسلمك. والله؟ إي نعم. اقول لك انا كل انحشرني قال لي يا سعد حظك بشوف ولد بخش الناس كلها يا ابوك اللي تعاملت ويا سارت ويت عنده كلهم يشكر عليك. الله يسلمك. اي والله وكل عنصر نسائي ما شاء الله انت كل اللي رمسني حرمات عنك. يعني الله يحفظك ان شاء الله يا محمد. الله لو ما انت طيب ما حد يكر عليك. كلهم يشكر عليك ذكور واناث. انت ريال خير وخلوق، انا من شفتك تفائلت بخير. الله يسعدك يا سيدي. الله يسعدك محمد. ضروري الله يحفظك صاحب صديق اللي بيي ويبى مطعم يماني تودي مطعمنا البارحه هذا. ابشر اللي شو اسمه حمد؟ قريه اليمنية. مطعم القريه اليمنيه جديد هو بس هو جديد توه مفتوح. رقم واحد اكله يشرح يفتح النفس ومعاملتهم طيبه واسلوب ونظافه ورقي واكلهم لذيذ بطريقه ما تخيلها. اكل اليماني نحن ما اكلنا اكل سعودي ترى لين الحين. لا بنروح ان شاء الله بنصير مطعم اكلات السعوديه. اي نعم كل من تغدني قال عنب انتم سايرين حضرموت سايرين اليمن سايرين افغانستان. نحن ما شفناك طريقه السعوديه اكل الا من حضرمي لين يماني لين افغاني عاده ألذ العيش ابوي. لا تاكلني لا تاخذني بشراع ميدات ترى ألذ العيش ما تهوى النفوس وانا خاطري في لك اليماني وهو ما قصر وحليل محمد جزاه الله خير. كم ورمس ترى المطعم البارحة لا عارف ولا يعرفني ترى يارس ورانا. قلت له هالكيت 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 قلت له إذا تبى المطعم يغدي مثل ما هو حاليا أكرم طبابيخك وأكرم عمالك وأكرم الويترية ويوم الله بيزيدك في الرزق أرح على عمالك وعظم لا تعتمد حتى على الرواتب أرح عليهم حتى لو كل يوم لو جليل بقيت لادمي يستاهل أكرمه عامل ترى ما ظهر من داره وتغرب إلا لجل الرزق فأنت يوم الله بيرزقك عن طريقه هو فضروري أنك أنت تقيم الرزق هذا وتشكره من بعد شكر الله تكرم العامل
رب العالمين بيكرمك في رزقك وحلالك وبيتك وعيالك وبدنك وصحك بيك حتى النور في وجهك. ها مثل ما شاء الله حمد وجه منور. الله يحفظكم البارحة نحن قبل ما نسير المطعم هاك اللي بحكى لنا عنده اليماني شيء مطعم حجازي يابني لمحمد البارحة يا غير نحن وصلنا الساعة 12 قرب الأذان ولقطناها مسكر واليوم وصف لنا الريال السعودي البارحة اللي كانوا ويانا شو اسمه أحمد اسمه؟ هي قال لنا أبوي يصير مطعم حجازي هالكيتها يوم خبرت محمد قال أبوي هو المطعم اللي يابنك له البارحة يبتك عنده البارحة يا غير المطعم كان مسكر وحين نحن وصلنا هذا المطعم مذاق زمان هاي يقول لك مطعم حجازي فيه ما تشتهي النفس يصيحون كل حد يطري ونحن جايين نحب نطالع بنتريق عندهم اذا الله راد. السلام عليك كيف حالك؟ من حضرك انت الله يحفظك. انا هنا مسؤول عن المطعم صاحب المطعم وكيل الشرعي كل الامور هنا ما شاء الله عليك مليج في نفس الوقت ايوه ومرحب بالضيوف اي على الله يرحبك على اخواننا الاماراتي ورجل اصحاب بحالهم حبيبي والله يا ابن هذا الريال محمد باش اول مطعم يجي عند المطعم هذا الريال اللي جاء قال ابوي هذا احسن مكان وكل حد دق لنا تيلو قال سير المكان هذا غير ما لنا نصيب البارحه جينا لقطناها مسكر فالحين نحن وصلنا حطوا لنا كل شيء عندكم مميز حطوا لنا شوي 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 لو تبنا نحن ثلاثه لو تحط حتى مال 30 نحن بنطعم كل شيء يا رك الله يا رك الله يا رك الله يرحم والديك خليك سلم حط لنا من كل شيء عندك شوي شوي بارك الله جزاك الله خير السلام عليك كيف حالك كيف انت هذا الحين هذا كله امورك انت هذه لو اموره هو ها ترتيبك انت لو ترتيبه صاحب المحل ترتيبك انت تحضيرها هذا كم ياخذ من الوقت من بعد المغرب لين الصلاه من بعد المغارب لين الصبح ما فيك حيلة جزاك الله خير شو اسمك انت تركي ما شاء الله ما زين لا اسمك اسمك روح يا ابوك يباله بلاد الله يحفظك ما شاء الله وهاي الترتيب شو تحطوها عادة طحينية وشو نعم اها ما عليه تحطوا لها شو هاي الفود هذا سلطه بارد على حسك عاد انت صاصر عمرك ها شو هذه شو اسمها سلطه بارد سلطه بارد طحينيه نعم سلطه حاص نعم سلطه الزمان الحين سلطه الزمان عباره عن بصل طماطم خضره اها هذا اللي هنا عندنا بيضه زين وهي هيك الحاره اي ايوه هذا احسن شيء انا احط لنا من هذه ها حاره تحط لنا شيء بارد بارك الله فيك اقول لك اظهر شوي من القدره يا سلام يا سلام يلا بارك الله فيك شكرا يلا حين مره واحده هذا ابوي الطلب يبون ابوي بس فول وكمون ما يبى شيء غيره ما في لا هذا يبدهينا بارك الله محمد وين بتودينا اليوم بعد متريق ان شاء الله ان شاء الله بنسير حلقه الخضره ناخذ جوله على حلقه الخضره حلقه الخضره نعم زين وعقب بنروح سوق الصواريخ سوق الصواريخ عباره عن شو سوق في كل شيء سوق كل شيء قديم يعني نعم تأتي الأشياء الأثرية يعني في أشياء أثرية وفي أشياء قديمة وفي أشياء جديدة كل شيء فيه إنزين في منطقة اسمها درة العروس زي منطقة فيها فلال فيها درة العروس نعم على الكورنيش هي نعم بنروح هناك كمان إن شاء الله إنزين ونشوف إذا في وقت بنروح أماكن ثانية كمان إن شاء الله إنزين بارك الله فيك وسط البلد لا البلد نسير البلد نسير على شارع قابل نحن لا السوق اللي ينال بحر قطنان بند نعم نعم شوف نسير له المساء ظنك أخير نسير له إن شاء الله في المساء يعني لا بنسير
الان مجال انه على طريقنا بنسيد المفتوح نتوكل على الله حبيبي. شو الريوق الذيتية بالنحين؟ عد لي اياها واحد واحد مسمياتا يلا. اولا هذا بسم الله اول شيء هذا هو محسوب قدح دق. لا على حسك لانه ما اسمعك. هذا شعبي قديم اقدم معصوب. هذا معصوب صوب قدح ايوه فطير وموز فقط لا غير. بارك الله أي هذا الحين هذا نعطينا اياه أيوة. زين هذا واحد أيوة. وهذا الزيتون ما زيتون معروف أيوة. هذا هذه شكشوكه تصاصر عمرك عادية شكشوكة عادية شكشوكة العادية نزين وهذا هذا فول الصاج اللي يقطرونه هذا فول الصاج نعم. وهذا بيض الطماط هذه شكشوكة الجبن السائل شكشوكة مع الجبن السائل وهذا رهش اللي هو حلاوة برشي فلا طعمية مع فلافل زين وهذا هذا تميز زيتون تميز زيتون محشي من جوه زيتون بارك الله فيك زين هذا تميز بر هذا بر ايه انا مونتين يعني هذا ايه تميز زيتون ايه وهذا تميز بر هذا البر ايه نعم اوكي وهذا وهذا تميز اوكي عادي نعم زين بسكوت بس وهذا ايه وهذا تميز سمسم حبه سوداء هذا عليه سمسم يا سلام والله انت الفنان انت البركه يعلك تسلم يعلمني يابك الجنه يعل الله يحفظك يبارك فيك شكرا جزيلا على هالعنايه وعلى هالترتيب انت بكبرك مرتب انت مرتب كيف ترتيبك بيكون بيكون ارتب عن الترتيب يعل الله يحفظك شكرا جزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله فيك شكرا تجيب لنا الشاي حبيب انت وليش الصاصر عمرك ليش شوي شوي تتكلم انا ما اسمعك تراني وليش ما تعلي حسك تراني يعني على اساس انك عليت حسك الحين بارك الله فيك الله يرحم والديك شكرا يلا يلا جماعة يلا بسم الله هذا المعصوب عبارة عن شو موز نعم الفطيرة خاصة أيوة نحن أبوي هالجد موصينا وقالينا يوم بتسيرون طلبوا المعصوب الأصلي اللي هو بس سادة ما عليه لا عسل ولا قشطة ولا مشطة ولا عزرايين ولا شيء هذا هو وذارهم أبوي ما كذب هذا تراثي انت بكبرك ثلاثي بارك الله فيك ما شاء الله عليك 64 سنة ما شاء الله عليك تبارك الرحمن يعلى الله يعافيك هاي ابوي رقم واحد كل ابوي سمان الترتيب لكن اللي بالوصف يضربوه في الوصف هاي المعصوبة السادة اللي هي بس بالموز معصوبة بالموز معصوب الموز يا ابو ابراهيم عم علي بارك الله فيك سم الله عدوك أكلكم أبوي ما يباله كلام رقم واحد كله شوف مدام تشوف شوف إيش قال صعود كل زين كل ترتيبكم زين وايد فنان ما يحتاج حتى تسأل تقول عجبكم ولا ما عجبكم هذا الباب ينقرأ من عنوانه ها شوف ولا هذا على الفول هذا شو اسمه هذه شو اسمه فول صاج فول صاج رقم واحد وخمسكم ما شاء الله من أروع ما يكون كل ترتيبكم زين الله يرحم والديك يدفع الشر والبلاء عنكم وعن كل الشغيلة الموجودين زين عم علي زين حين هالولد من هذا ولد ولد على حسك أنت هذا ولد رقم كم رقم 8 زين أمه من وين والله من باكستان. باكستان ولا كازاخستان؟ لا لا باكستان. ما شاء الله شوفها في النار يلد تبارك الرحمن. أنت كم حرمة عندك؟ عندي ثلاثة حريم. تبا أنا أقول أنت الله أكبر. باهس. شيفت 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 ضلع تعرف الضلع. نحن نوع من أنواع السمك اسمه ضلع قوي هذا الحداد ها 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 يضرب لو بتحط له بس خيط بلاي ميدار ضرب. انت ما شاء الله عليك رقم واحد ضلع رقم واحد ولايتي من هذا ضلوع الكبار والله انا اسويهم مالح والله شيء يوم يزيد سووا مالح ياخذون قبل وشتاء
عندنا برضو سمك القرش. القرش هذا نحل القرش. هذا القرش هذا نحل القرش مالنا. هذا القرش هي نوعكم خير. الله يحفظك ويبارك فيك ويطول بعمرك. وحريمك هالثلاث كلهن على ذمك؟ كلهم على ذمك موجودات؟ ساكن مسكنه في عمارة واحدة كله دور واحد. ما شاء الله. هذا الحين ولد الثاني ولا الأولى ولا الثالثة؟ هذا الثالثة. هذا عنقود هذا باش؟ ما شاء الله بعرف الناس. أشكر الحمد لله أنك خدت واحدة من هالبلاد تغير النسل. لو خدت واحدة من بنات عمك ما خلني بيطلع النمونة. الله يبارك فيك. ما يشاهدون مره الا امرك الشاه. الله يبارك فيك. فلسطيني طلع فلسطيني اليوم. عيون ميز مره مره نخي. الحمد لله يوم اخذت هاي عدل النسل يا رجال. عادي انه لسه ما لي واحد ثاني بعد. الله يبارك فيك يحفظك. الرجال هذا ما اخذ ابوي ولا بيزة عن الريوق. بغيناه دف صار حمد 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 صار يحاسب. ويوم صار ابوي لقط ابوي هذا الشر من بعيد. لا 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 انت لا 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 حسبت انا هو راح المحل مطلع. الله يدفع الشر والبلع عنكم ويحفظكم وعيالك ويفرح ان شاء الله ذريه هالفنان ان شاء الله. هل تاخذ واحده من بنات عم من هاي من هناك من جده هذا لابو بيب ذريه؟ خذ ابوي واحده من منكم وفيكم بيطلعون العيال بجالي حلوين حلوين. هذا معلم معالم جده اسمه دوار الدراجه. يعني اكبر سيكل في الدنيا العود. شو مكبره؟ كبر بناي 5 ادوار مسوينه سيكل بيدر. ترى هب سيكل هذا لا سيكل بيدر يعني مال ريول مش مال مش بطبطة ولا موتر سيكل. لا حتى مكبرة ما يبين. عين نحن في جمس مكبرة. هي والله شيء جميل حلو. هذا بعد يقول لك معلم من معالم جدة المميزة اسمه دوار الهندسة. أظني هذا الأول نحن نسمي في المدرسة فرجار. فرجار صح؟ نعم تسمونه فرجار؟ نعم والله. اي نعم. هين انت يا بخش ذرك ما شاء الله. المنقله غير المنقله كامله كلها هاي كامله المنقله. يا ما دقنا المدرسه ابو ايدينا اجلي كل بيدك يا زلمه طرخ ما جبت المقلب والله ان سرقت عني والله لا واقلب طرط الا بيس. لا اول جسمونه اي والله اسمه محمود غسايمه الرياضيات. يا الله اسمي يدعي عليه صبح ومسوى الرميدياتي الاول لو ما ورثه ذكرته ما اذكرها. اذكرها في سواد وي ما علم على التذكره. كسرني تكسير اصبوعي والله يثلمها التليم. هو الانسان تذكره في احسن شيء وادنى شيء. ادنى شيء والله قطعني اكيد مات اكيد. اي نعم جهنم. استغفر الله العظيم. رب انا ما قلت ترى هذا هو السبب حمد. خير محمد فضل سريدي انا مقويل. والله ربعت حمد وايد زينه ما حد شرات حمد والله. اي نعم يا اخي مشكله انت اللي الحين من ركبنا ضرب الا رمسنا وياه توني تفكرت إيه؟ اقول لك خبر علي ولا سلم عليك. ورينا الكبره وما حولنا ثمن السالفه ما خلصت يعني. على فكره سنة كبره الخضره مالتهم قلت له احنا ركبنا الاربس انا وياك الجماعه والمتابعين احنا ما نرمس وياهم. لا بس يوم العيوم تباعا ان شاء الله. متى تباعا؟ من نشينا الصب ما رمسنا ولا سولفنا. الكبره ما شفيها من اداء. اي والله سنة الكبره الخضره ترى عندهم يحرجون حراج وانا اريد اصور الحراج مالت من اداء في الخضره. يوم سرت وقالوا بعده ابوي ما شيتين معين لهم لهم وقت روحهم يتيامعون فيه ويحرجون على الخضرة. فقلنا ابوي نحن كان الله الغني ما فينا نجلس في نتريى مثل من هذا. ثانية ان شاء الله مره ثانيه بيصدف. اقول لكم وايدين يقولون يعني تحميتوا الا تطرون البخاري المطعم الصيني المطعم الهندي المطعم ما ادري شو المنطقه الفلانيه الحاره الشرطه بيخالفونه يقولون لي
كيف يعني يعني لازم يصيرون الأشياء مالها البلاد. أبوي جدة، جدة الله يحفظكم مدينة، مدينة كبيرة وفيها متسع من جميع الجنسيات اللي في العالم، فكل شيء موجود ياينهم خارجي يددوه. هالجدة هم اللي جددوه وخلوه يستوي مزيج بين الجداوي والأفغاني والجداوي والحضرمي، الجداوي والإيطالي، الجداوي كل شيء خلطوه واستوى فيه روح جداوية. فلذلك أبوي ما حد يغلبهم، ما حد يروم عليهم هالجدة، أبوي ما حد يروم عليهم. مستحيل أنك أنت تقول في أنك أنت تقول في خاطرك أن هذا الشيء فقط يمتاز بأن من المدينة الفلانية. ترى جدة أبوي تيها العرب من كل بلاد واستقروا وعاشوا وسكنوا وعينوا من الله خير وعرسوا والله رزقهم البذرة الصالح وسووا الأعمار، سووا المطاعم وسووا الماركات وسووا تجارة الشاي وتجارة القهوة وتجارة الغليون وتجارة المداويخ وتجارة الجراك كل شيء سووه. شو السبب؟ لأن هم عندهم القابلية أن يجددون كل شيء، عندهم القابلية انه يجددون كل شيء فيتازم روحه جداوية. وصلنا؟ ايه وصلنا. شو ترى يا عين تحين؟ ننزل نحن؟ لا ينزلون بجنب السيارة. لا انا مع بعض ابوي، احنا ما بنصير مودلك. فكل شيء ابوي هلا السعودية يسعودونه يسوونه مسعود. هذا شيء جميل، مش انه شيء مبزين انك تغدي مدينة فيها خليط من جميع الجنسيات، هذا شيء وايد جميل. مثل دولة الإمارات عندنا تبارك الرحمن، هاي بلاد الخير، بلاد الخير كل نيها لأنها ملفى، مزبن، ملجأ، ملاذ آمن مريح، الناس كلها تي. شو السعودية من كل بقعة تلقط عيونه مرصص على الكبير وقال لك سعودي. هي نعم سعودي، كيف أب سعودي؟ أما من جاوة ولا أما من نيكاراغوا ولا خالة من زيمبابوي ما بعيب. شو العيب فيه؟ شو الغلط؟ عيل يوشي ما تشوفون حد منهم ويه تخيل تبرج فيه صليج صطارة يغدي يعشي عينك؟ أما من البلاد الفلانية ولا أما من الطائفة الفلانية، هذا خليط. حتى من السعودية روحها الجداوي ما أخذ واحد أبوي من عرعر والثاني من البطحة والثالث من السلع. شو مراءهم روحهم يعني الله يحفظهم، ما أخذ القصيمية وما أخذ التميمية وما أخذ الخالدية وما أخذ من كل البلاد، من كل البلاد ما أخذين العجمية ومن كل بقعة ما أخذين. فلذلك تلقط عيالهم متفاوت أشكالهم متفاوتة، فهذا شيء زين. حتى حين العيشة عيشتهم روحهم تلقط ويبتهم فيها مزيج من الأكل. ما إن شاء الله يكون فاهمين لي أنا قلت هذا صحة ها بوية حق يعني الأمراض. هي نعم خيار يوم يأخذون من بعيد سبحان الله، قربوا زادت العثرة زادت المشاكل، اختبس الحابل بنابل في الجينات. خيروا خذوا من بعيد حسنوا النسل، شوفتوا هذا ربيعنا أبو إبراهيم عدل النسل. هي والله ما أخذ إلا من عمه. هي والله هي والله بس عدوا العياشرات اللو مو أحسن بطيخ طاح السوق. يا بخير عن بطيخ طاح السوق، بطيخ إيران وخاص. عاد للمعلومة هاي الورد أبوي يسمونه صباح الخير. يلا هذا الورد يسمونه صباح، شيء لونين، لون أبيض ولون لون أحمر. محمد هذا شو اسمه المولي الحين جايينه؟ جمع العرب. هذا بارك الله فيك المول العربي أظني، كنا قال لي العربي. هذا مدخله أحب نسجل الكوفيات. هذا أبو المول ما تشوفون ديكور وايد جميل ومبناي على تكاليف موزة، شرات الموزة تي في عقوق عليهم هالنمون تكاليف ديكورة جميل وقوي. هالطرف هذا شرات الموزة، يمكن شيء الطرف هذا أخوي عشان موزة مجابلتنا ثانية العلم عند الله، لكن تكاليف ديكورة شرات جرن الموز يعني شيء من جرن موز وفي صينية شكل جميل وكبره يلق 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 يعني معنى الكلمة. لفت انتباهي نحن ظهر من المدخل هذا، ها المدخل هذا أول دخلنا تونا ركبنا دور واحد يا يعني نباب. هي ابني منظر
ترتيب هاي اللي تشوفونه شكله وايد جميل، شكله جميل 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 للغاية. ها شو اسمه؟ شو اسمه حمد؟ فوت كورت يعني مال الاكل. اذا صورت لا لا ما صورت كل لا 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 تحاتب صورت صق في نص عشان تتمرن بنيات تروع انت يا محمد لازم يتروع. اي والله سي ان ان الله اكبر عليك ما شاء الله اخت جميل عندهم هاكل مال الاكل احمد هاي مال الاكل ومسوين معاه كشكات عشان يستغلون المساحه وهذا يعني اشياء مش محلات رسميه مثل مال بيوت مال بيوت مال مال المواطنين الرئيسي وين نحن اول ما جينا وهذا اللي تشوفونه فوق كوفي واحد مطعم شو جراند كافيه كونشيرتو لندن مطعم ها كل مطعم واحد شوف الله عليك شو مقبره بلاد من كبره جميل والله شكله لا فنان والله لكن احنا جيتنا الصبح صباح الله خير ما شي فيها وادم الحين الصبح الناس ظنيتي المولات العصر ما تحس بغربه ايه والله الا فنان هالمول والله زين اختيارك انت ولا اختيارنا نحن المول انت قال لنا نعم هو محمد ابوي مختار لنا المول هذا وايد فنان وترتيب ويلق وغاوي وتحس بحميميه على ما قال حمد ها حمد؟ نعم. شو تحس وانت في المول في السعودية؟ تحس بألفة. إيه ما كنا غريب. ما كنا غريب. إيه يوم في بلاد من غير. ما حد يطالعك بنظرة إنك طالع هذا منو هذا جاي يعني منه. والإنسان أجنبي. وقت السفرات يوم تصير بقعة ثانية. طالع من فوق أنت حال. لا إله إلا. شو حتر من هني؟ والله الحمد لله على الأخوة هاي. إيه والله سبحانك يا رب. هاي روح نعمي والحمد شكر. إيه والله. ترى على فكرة حمد ما تلقط بيت في كنتي الإمارات ماله بن عم ولا نسيب ولا خال ولا من هل السعودية اللهم لك الحمد بين الأخوة كنا وما زلنا نتمشى في هالمول أدان الظهر صلينا جمع وقصر نزيل وحمد قال يبغى يحط لك السماعة بعيد خيار يكون الصوت أوضح من أنك يوم تبى تسمع الأشياء تحط التليفون في ذنيك شغل طويل عري قال لي تشيها النمونة نبى تصور والأشياء ولأنك أبويه ما شيء يعني حاد جابر إنك ترفع التليفون يتكبت عن إن على أبو شورك وهداية الله إنزين الحين تريب نخلص تمشية شوي في ال بنخطف هناك هذا محل يسمونه كنفاني مال كنافة وراعيك تحرم مواطنة سعودية بس عيبني انها هي اللي قاعده تدير محلها وبنصير وعدناها بني تقهوى عندها وبنتقهوى عندها ان شاء الله بنصير عقب ما يندرى عقب بنصير معزومين نحن على الغداء وغداء هل انه بيكون في تصوير ما في تصوير او بنقول نحن وين صايرين نتغدى ولا يعني وين مكان غدانا نرمت اصور وطري بخبركم ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحقي وصلنا المحل مال الكنافه الحين بصور لكم اياه هذا هو هذا محلهم وهاي يسمونه اسمه كنفاني وهذا ما تشوفون المحل بلاد من كبره بلاد واشياء اللي داخل كلها مميزه كنافات لك 600 نمونه وايس كريم حتى عندهم ايس كريم حليب الهوش ايس كريم بحليب هوش ها لا تقولوا ما قلنا لكم ايوه وكل شيء عندهم مميز وغاوي وفنان ورقم واحد شكلا وطعما انا بعدنا للحين ما طعمناه لكن اتوقع انه اخير عن محلات وايده يسد ان راعيه المحل روح الديره وحده هني تيلس اظني هي المديره كانها صارت تصلي احنا صلينا ويانا رقطنا الريال هاك اللي توه قلت له انت منو كان سوبرفايزر هذا انا سوبرفايزر اتوقع انه هو المدير سوبرفايزر هو المدير فقال انا سوبرفايزر قلنا انزين ما عليه حط لنا ابوي نمونتين هذا هاي كنافه شو هاي كنافه بالجبنه هاي كنافه بالجبنه وهذه هاي الكايمة قطايف هي عبارة عن الكنافة المحشية بكريمة القشطة مع الفستق. إنزين يلا حد يبوي يقطع لنا ويرش يبالها تقطيع منو يقطعها حينه؟ أنت قطع. نحن نقطع ولا أنتو؟ أيوة. نحن لازم نقطع. لا قطعوها أنتو قطعوا بوي هاي ثلاث نمو ثلاثة ثلاث وهاي ثلاثة ثلاث
نحن كل واحد عطوه قطعتين. يلا هاي ابوي القهوه ما قلت لك قشطه؟ لا والله اول بادي انت ما قلت قشطه. يلا بارك الله فيك. اول بادي ما قلت قشطه. قشطه انت قشطه وبالجوز؟ لا ما بالجوز، هاي بالفستق اصلا. هو هاي مكسره؟ لا لا غلطني بعد. عرض الله تباهس سواها 3-3. لو انا لو انا لو انا بحرحرها تحرحير. ايوه ما عليه مشيها. انا اول بادي ابوي خليني تري جسمه. ايوه طويله للطويل. ايه يا الله خير. وبعك هاي ايه حرحرها. انا اول بادي عطني طويله. ايه بغرت طويله. هاي بالقشطة صح؟ لا هي جبنة. هاي بالجبنة حينة. حط لي أنا الطويلة. هاي هني مسوينها؟ هني مسوايا هاي؟ معمولة هني ولا كيف؟ تجي جاهزة؟ مفرزة من تركيا. تركيا. أيوة من تركيا هذه؟ من تركيا كلها. هاي مطاعم مادو، شركة مطاعم مادو. هاي مادو. وحرك شو هالقطر؟ هاي السكر. هي تجمع على ايس كريم والبنانا معاه. هاي الحين فيها ايس كريم ولا فيها؟ ايس كريم هنا. والسكر السكر السكر فيها شويه وفيها حسب الرغبه عندك موجود. حط لي بالله عليك. محمد ما ابي اودي مستشفيات. هذا هو. شكرا جزيلا. وصلنا فندقنا اللي حفظكم. بنريح 10 دقائق 15 دقيقه وبيشلنا خلاف. ما شاء الله عليه محمد بخس. انا والاخ حمد هي 10 دقائق ربع ساعه. يلا زين. هذا فندق حمد ها تعوين. انا قدام اسكن في هذا الفندق بلاد من كبره. بلاديو اسمه. بلاديو جاليريا اسمه. اي والله هو وبيصير وين قلت لك. يلا فندق في منتهى الروعه ما شاء الله ديكوراته. الحين بسير عند اللوحة هاي اللي هناك وين تشوف صناديق مكة مدينة بخبرك شو سالفتها. أقولكم هذا شو اسمك الشيخ؟ خالد العمودي. خالد العمودي وأنا خالد الخالدي. والله مليون مرحبا بك وسهلا. الله يسلمك. أقول لك أحس إن فندقكم تصرفون عليه أكثر من مدخوله توقعاتي، لأن الأشياء اللي فيه كلها مثمنة وكلها أشياء يعني وايد قيمة. له اسم الفندق اللي من هالنوع، الفندق المميز بهالطريقة اللي يصرف أكثر من دخله. هذا أتوقع أن له مسمى. ما أنا شد حد خبرني عن المسمى هذا كان الحين ما يحضرني. أنت فاهم شو اللي أقصده؟ يعني ما شاء الله كل شيء فيه من الشيء الطيب من الإبرة للصاروخ على ما قالوا. يعني الله يحفظك تبارك. الباب هاك اللي وراء الريسبشن هذا عدة أبواب. هذه عدة أبواب مجمعة. نعم. ولا والصور هذه؟ هذه صور الحجاز قديما. نعم. فيها صور من مكة، فيها صور في جدة في البلد. نعم. في منطقة تاريخية. يعني بعد فوق في الدور الثالث عندنا عدة قطع تراثية. مش تراثية حتى. في الدور الثالث. في الدور الثالث. زين. بعد في الأدوار يعني في الكوريدور. لكن أكثر شيء الثالث صح؟ بروح لعنوة الثالث. هذه شو الصناديق؟ صناديق مكة مدينة وتحتها العربة مزخرفة بالذهبي. معناته بعد العناء هذا كله والسفر والمكان من مكان لين من دار لين ديرة وشو تلطيم الصناديق في اليدرات والشوارع والباركنات والسيايير والعربات هذا كله ارتاح. هذا كله على عربة من ذهب. حاليا هذه هي الرفاهية والعز اللي نحن عايشين. أتوقع هذا المقصود والمراد فهمه إن الإنسان سار وتمرمر وتعب وسافر من بيت لين بيت ومن دار لين ديرة وآخر شيء سمت أبوي على شيء من ذهب. هاي هي الرفاهية والعز. لكن هذا الانتماء، هذا الأصل، هذا هو المراد فهم إن الإنسان مهما يوصل فيه العز والرفاهية في دنياه ما ينسى شو كان ولا ينسى اللي ما زالوا. هذه نقطة وايد ضرورية إنك ما تنسى من انك الدنيا غيرك وعطك. لا تنسى الناس اللي بعدهم ما حصلوا نصيبهم.
فالله عطاك انت لجل انت ترحم الناس وتعطيهم. ف 99% ان هذا المراد فهمه، وهذا اصلا اكيد انه 100% مش 90%. هذا المكتوب الحين بقرا لكم اياه، واللي يبي يسوي كابتشر على هو، واللي بيسمع رمستي على هو. رحله العمر، قامت السيده مها ملوح بتصميم هذا العمل الفني تقديرا تقدير للسيده ايفلين كوبيلد سنه 86 لين سنة 63، والتي أصبحت أصبح اسمها فيها بعد السيدة زينب. الأول اسمها إيفلين، خلاف أجلبها واسمها زينب بعد دخولها للدين الإسلامي، وقد سجلت كأول سيدة بريطانية تقوم بفريضة الحج بعد الحرب العالمية الأولى، وكانت في 65 من عمرها. يوم أسلمت كانت 65 عمرها. يتكون عمل رحلة العمر من عدد من الصناديق الحديدية اللي هن هاي مكة مدينة، التي جمعت ووضعت على عربة مطلية بالذهب، ويظهر على الصناديق الحديثة الحديدية اللي هن مكة مدينة هاي اللي توني أصور لكم إياهن، أثر استخدامها للسفر والتنقل أو التخزين في البيوت في المملكة العربية السعودية. وترمز العربة المطلية بالذهب عن نظرة الغرب للعالم العربي بعد تأثير العولمة، ويعتبر العمل ككل رمزا للحركة والسفر والتغيير ورمز الانتماء. بارك الله فيك زينب، أظني ماتت، الله يرحمك زينب. هي ماتت بيكون هي من خمسة، هي أكيد أنها ميتة، احنا ابو مستوي 1867 وتوفت 73 وحليلها توفت، تدرون متى؟ سنة اللي انولدت فيها، يوم انا انولدت هي توفت سنة 63. الله يغفر لك يا زينب. هي والله شوفوا لك في التصوير يظهر ابوي ثلثين الشاشة اسود والثلث عادي. زين شو بدي اجيب الحيل هنا؟ أنا أبوي لا بمهندس ولا بفني، اتصلنا بالخبير وقال أبوي 5 دقائق ورح أكلمك، 5 دقائق ورح أكلمك. قلنا يلا وياسين تريل 5 دقائق الحين من الساعة. قالت عمارك من حاليا في ضيافة سعادة القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في جدة عارف الطابور، ومتواجد ويانا قالت عمارككم على الغداء سعادة إبراهيم المسلماني قنصل العام مملكة البحرين بعد في جدة، وسعادة راشد العريمي قنصل العام لسلطنة عمان في جدة، وسعادة وائل العنزي وزير مفوض والقنصل العام لدولة الكويت في جدة، والسيد مبارك محمد الحمادي من سفارة الإمارات. كل الجماعة تغدينا ويسوون الحين الجماعة يتغدون، يتنا صور شوي ولهني وبعد شوي بناخذ صورة جماعية إذا الله راد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. نحن طالت عماركم في ضيافة سعادة القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في جدة عارف الطابور بيوسف، وهذا الرجال أبوي اللي أدى له اسمه مبارك محمد الحمادي من سفارة الإمارات، وهذا الله يحفظه ولدنا حمد الرميثي، واللي عدى لغيث عارف الطابور، وهذا يعلى الله يبارك فيكم سعادة راشد العريمي القنصل العام لسلطنة عمان في جنتية جدة، وهذا بارك الله فيكم عدل بركة سعادة وائل العنزي وزير مفوض وقنصل العام لدولة الكويت في جدة، وهذا طالت عماركم سعادة إبراهيم المسلماني القنصل العام لمملكة البحرين بعد في جدة، هذا اللي تشوفونه الفنان، وهذا عبد العزيز بن عارف الطابور. نحضر إن شاء الله العزيم الجاي في عرسك إن شاء الله. سعادة القنصل العام الكويتي وائل العنزي يا هلا، مساك الله بالخير يا هلا بهالإمارات، الله يحفظك يبارك فيك، عسى الله يحفظكم إن شاء الله، يطول بعمرك نبكم ونقليكم ونعزكم ونحن نموت في طاريكم، الله يطول ونتشرق نشرق. أنا عن نفسي أشرق من يبون طاري الكويت، أن عزيزين وغالين على قلوبنا، لا خلينا منك لا خلينا منك، الله يحفظك ويبارك فيك، سلمك يبارك فيك عيال زايد، احنا نحبكم ورحمة الله عليه في هاليوم المبارك. آمين. عسى الله يحفظ شيوخنا في الإمارات وظلون مثل ما هم وزيادة واستقرار وأمن وأمان بإذن الله. لا خلانا منك ولا من هالمنطوق الفنان الدرب يا ولد العم، يا الله يحفظك.
سعادة الغنصل وايد طيب. ضروري تخبرني عن الغسل تم وقت الغداء اللي عديتها يوم كنتوا جايبين تبون تودون سعادة سمو الأمير للعلاج في لندن. هذا الله يحفظك لنا. هذا تواصل دول الخليج، مجلس التعاون الخليجي. نعم. عيان أهلنا كلهم، واحد يبدي الثاني على نفسه. نعم. أنا أتذكر رحمة الله عليهم اثنينهم، حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، الله يغمده فسيح جناته، وأخوه أبو الإمارات وأبو الخليج أيضا زايد الخير رحمة الله عليه، واسكن فسيح جناته. أتذكر أنه في أحد الأيام كنا في زيارة أنا وأخوي محمد رميثي إلى في لندن، في رايحين نشوف تجهيزات المستشفى اللي راح يستقبل الأمير الوالد رحمة الله عليه الشيخ زايد. نعم. فرحنا شفنا المستشفى، في نفس اليوم صار عندنا رحمة الله عليه أيضا الشيخ جابر كان عنده إصابة، صار عنده النزيف، وجايبينه إلى الكويت، وكنا متوهقين ما ندي أي مستشفى. فخلال اليوم هذا أنا اقترحت على السفارة أيضا، كان الله يذكره بالخير سعادة سفير الشيخ سعادة سفير لخالد الدويسان، وقلت له ترى في الإماراتيين مسوين مجهزين حق أبونا زايد في مستشفى كرومول، في كرومول في مستشفى. نعم. كرومول. فدايركت تم الاتصال مع الإمارات، وأيضا الشيخ زايد رحمة الله عليه أتذكر هالحادثة كأنها اليوم، إنه قال الإمارات وهل الإمارات في خدمة أبونا جابر ورحمة الله عليه. وتم استقبال الشيخ جابر في مستشفى كرومل، قعد تقريبا في حدود الشهرين ونص أو ثلاثة شهور. ويلس عسى الله يرحمهم كلهم. آمين آمين. ويتغمد في هاليوم المبارك، ما لهم إلا الدعاوي الطيبة لأبهاتنا اللي راحوا لنا. هذا ديدا دول مجلس التعاون الخليجي، وهن وين ما تروح الواحد يبدي نفس على الثاني. حياد زايد الله يغفر، كان المفروض يكون موجود في مستشفى كرومول. نعم. للفحوصات، وراح الى سويسرا، وحضرة صاحب السمو استمر في يعني فتح المجال حق حياة الشيخ جابر انه يتعالج في نفس القسم المجهز في نفس في نفس المستشفى. انا اتذكر وهو غير وصار سويسرا. نعم نعم. يعلهم الجنه في اثنين، يعلهم اثنينهم الجنه يا مال الجنه البارده رحمه الله عليهم. وربنا ان شاء الله في هاليوم المبارك مع وجود اهلنا ما لهم الا الدعاوي. امين يا رب العالمين. شكرا شكرا على هالمعلومه القيمه اللي ما حد يعرف الا القليل. لا رحمه الله عليهم، كانوا يبدون نفسهم على بعضهم. سبحان الله. يعني الامانه ابونا زايد ولا حضره صاحب السمو ابونا الشيخ جابر ايضا كانوا عائله واحده، كل دول مجلس التعاون عائله واحده. يعني يعني شوف احنا عايشين، احنا ما احنا صغار ولا احنا كبار، احنا عشنا في فتره الغزو القاشم في الكويت في التسعين. كان في كل بيت إماراتي ولا سعودي ولا عماني ولا بحريني. نعم. وكل دول مجلس التعاون الخليجي. نعم. بدون استثناء صراحة. نعم. كانت بيوتهم مفتوحة للكويتيين، وكانت سبب وبلسم لمعالجة غدر الجار. والحمد لله يعني رجعت الكويت كما كانت وأفضل. الحمد لله الحمد لله. بفضل الحمد لله أولادها، وبفضل أخواننا في مدن مجلس التعاون والأصدقاء من العالم الحر. يا الله يبارك فيك. يا هلا. ويطرح فيك البركة. حبيبي الله. ولا يفرج ما بيننا. يا رب. ويحافظك. ويدوم عليك هالابتسام الفنانة. سعيد في تواجدي معاكم في بيت الإمارات. لا خلينا منكم. أبو يوسف اللي دائما يعني. يا الله يطول بعمارك. عسى الله يوفقكم. آمين. ويوفقنا معاكم لخدمة خضايانا. نحن الحمد لله دولة واحدة. أي والله. أنا أتذكر يعني دائما دائما ادخل على ساعات يكون عندي وقت ادخل على اليوتيوب واسمع الاشياء اللي تذكرنا في الماضي. زين. ودائما ادخل على شغلات نادره مثل وجميله لوالد الجميع زايد الخير. يا الله يغفر له. انا اتذكر في يوم من الايام طلب وزير الاسكان. نعم. فقال له انا الان العمر قصير، وأنا أمير الإمارات الآن ومسؤول على مجموعة من البشر الموجودين عندي، أبيك بكرة لما يسألني رب العالمين شنو سويت حق المواطن الإماراتي، ليش ما عنده بيت؟ فهذه ديدا قيادتنا الحمد لله، سواء في الكويت ولا سواء في السعودية ولا سواء في الإمارات. هذا استشعار المواطن يعني لله الحمد. ليش إحنا نحبهم؟
ليش احنا نعزهم؟ ليش؟ نعم. لانهم ما راي فينا، راي فينا ابدا ابدا، لن نرضى بغيرهم الحمد لله. عسى الله عسى الله يا رب، عسى الله يزيدنا في امنه وامانه واستقراره ويحفظ شيوخنا في كل مكان، في الكويت وفي الامارات وفي السعوديه وفي كل مكان بدون استعانه وخلاص. يا رب عسى الله. مشكورين يا جماعة وسامحونا على الإزعاج، والله يطرح فيكم. مشكور يا أبو يوسف على حسن الاستضافة، شكرا يا الحبيب، شكرا يا الورد أنت، شكرا، الله يحفظك ويبارك فيك ولا يقطعنا إن شاء الله منها من هالابتسام الفنانة يا البركة يا 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 الغالي. أنت عاد أنت دمي أنا في ثلثين ترى عماني، يا الله ما تشوني لاصج عدالك من الصبح. مشكورين لا خليت بكم، دم ولحم وأهلية، الله لا فرق بينا. شكرا طالت عماركم، وشكرا مع شكرا سعادة السفير على حسن الاستضافة، وعمرك لا خلينا منكم. شكرا، يا الله يحفظكم يعلكم في داعة الله. مشكورين مشكورين. الله يحفظكم يعلكم في داعة الله. منو انا؟ انا ابو ظبي، ابو ظبي وراس الخيمه كلنا واحد. في وايد الله يحفظك اكرمك الله يا ابو يوسف. مشكوري غناتي، شكرا على حسن الاستقبال، حسن شكرا على على حسن الضيافه. محمد صراحه سبحان الله. نحن وين الحين محمد؟ احنا الان في منطقة البلد، منطقة منطقة هذا مركز الكورنيش، اسمه مركز الكورنيش. نعم هذا اللي عليه الكورنيش، هذا الحين عدلنا الحين بحر الحين هناك بحر، وهذا مركز الكورنيش تحديد الاول مراش. هي هذا المكان، هذا مركز الكورنيش. نعم شوف انت ابراهيم الغراشي. ايوه هذا اول واحد كله. نحن وين بنسير الحين؟ الحين بنسير من الناحية الثانية، نوقف السيارة وننزل داخل السوق. السوق اللي ينال البارح واللي قطناه مسكر. اي نعم توكل على الله. شوف المنطقه هذه ايش المنطقه الحين بنصير عندها نحن نخش المنطقه هذه. انت اخاف يسوي ظلمي ما يوحينا نصور. اصبر طيط وطيط طيط وطيط يعني داخل ما هان علي اضيع الوقت. خلصنا متمسحين وحين اذن وندخل نصلي في هالمسجد. ما خفت ان اظهر من صلاه المغرب ظلمات الدنيا وما روما تصور هالمنظر الجميل اللي انا شفته. شوف صورة العمارة، شوف العمارة الاول، عمارة الجدة، عمارة الجدة، العمارة الجداوية كيف شكلها. تبارك الرحمن. هذا السوق اسمه سوق البلد، سوق البلد في جدة، سوق شعبي فيه طول طول وعرض عرض في منتهى الروعة. كل أبوي اللي مصلين صلوا من ساعة وخلصوا، وهذا أبوي تو وياي. أنا أبو شو صلي أنت مال باكر؟ وايد تأخرت؟ يلا ما فيك حيلة. صليت لا جماعتين. سمعنا؟ جماعة مغرب وجماعة عشاء. قصر قصر. اللي كانوا أبوك صلوا بقصر العشاء؟ يحظك. إيه حظنا جماعتين أنا. ما شاء الله عليك. نص تيو نص ما كملت. هاي يقول لك اللي بيحصل حظه. هذا حظك. منطقة هذه هي ودار مدار عليها سوق وعليها بوابات جدة كانت زمان. زين ايوه هذا كان هذه اساس جدة كانت هنا المنطقة هذه. شو اسمه السوق هذا؟ السوق العلوي. السوق العلوي وهذا الحين مسوي له ترميم لو هم بونه هنمونه؟ لا هذا المبنى مسوي ترميم بس المبنى هو اساس هو هو. ايوه الباني هذه القديمة هذه هي ما زالت هذه. نعم كلها هي هذا هاي بس مرمم من خارج. بس من خارج كدهان وهذا ترميم بس لكن المبنى نفس المبنى. سبحان الله. طالت عماركم نحن الحين في منطقة البلد، منطقة البلد اللي هي وسط البلد اللي هي نص البلاد، وهذا المكان اسمه سوق العلوي. السوق العلوي عبارة عن منطقة قديمة اللي هي عين الماء. شوف على ما تشوفون البنيان مش مرتب، شيء قدام وشيء وراء وشيء شيء متدايع على ينب وشيء يعني على عمل بحرة، على سكة بحرة الأولية
مثل ما كان، اللهم سووا له ترميمات وسووا له صبقوا وعدلوا ورمموا، وكان وما زال حاليا موجود كل المحلات اللي فيه كلهن عبارة عن حفيزات كيكينات للتجار الصغار والكبار، وشيء جميل أن محافظ على العمارة القديمة لين اليوم، كانت وما زالت موجودة على أجمل وجه جميل مشرف لمدينة جدة. بنيان جميل في منتهى الروعة. كانت في سنين يهتمون ها بالمعمار العمارة هي هي. الحين يلا لفك وبني وسوي حط يلا صندقة وسوي مني من الناس منكو إليه، قبل مثل ما يهتمون الناس بثيابهم الأول الحين الناس تهتم ببيوت الأول. سبحان الله مناظر بيوتها شيء جميل والله متعة رئيس. كأنك يالس يا لا يا كأنك يالس من الله كرم الله المكان عن هذاك، لا كأنك يالس في عجلة التاريخ ردبك الزمان إلى الخلف. الناس عايشة لين الحين إيه والله ناس عايشة لين اليوم لين بكرة فيهن هالبيوت، عندهم إنترنت عندهم كيفات كل شيء. سبحان الله تلاقي المبنى من 3 أدوار 4 أدوار كلها من طين وقايم. الله إن شاء الله يحفظهم يتم قايم كل عمر. شو هالبناية شوف على وكل الله متدايع شي جداي حرامي انها مفسيدة ما يندرى كم عمرها هالبناية. وهذا يقول لك مخزن للمياه، مخزن يجمعون فيه مياه مياه الامطار والدنيا والعلم والخبر، يوم يشح تشح المياه ازم ابويه يروم من هالمكان، عبارة خزان كامل للحي. وهذاك الباب شوف بنيانهم لا اله الا الله ما زال ابوي متماسك محافظين عليه ما يبون يخربون ادنات الدون منه. خل عاد هذا كان روحي لحقت عليه الا امس يمدين تزايد كلها ابوي كل وارش لازم عليه هذا كل وارش والترمبات هناك ساعتين تنقطع الاول تنقطع الكهرباء من تنقطع الكهرباء ابوي ودوا فرشنا فوق وبتنا شيء رطوبه تلحب شوادر شادر عاد انا لا بد ولا عذر من الشادر. وهذا شفتوا بطاووس اللي صورناه انا لاحج علي هاي المخادم مع الطاووس لهن شرشف وشرشف بكركش بعد تحت. الحين من حضرك؟ محمد العباس. انت اللي على الواتساب وياي؟ والله مليون مرحبا. ايش حالك يا محمد؟ كيف انت؟ الحمد لله شرفت. والله مليون مرحبا بك. كيف عرفت موقعنا؟ كيف موقعنا؟ تابع من البيت. بالبيت هم يتابعون وانا اجري في البلد. في البلد من مكان لمكان لي 3 أيام. لا اله الا الله. اي والله. يا بالصبع رجعت انت؟ ها؟ صبع رجال من هنا بيتنا جاي انا من البلد مش كبرك عركان ايوه الله يحييك. انت كيف عرفت اشوف يا السولف وياك في خاطري؟ لا شفت التعبان قلت خلنا نريح خليه يريح شفته رايح يربع انا شايفه يتكلم ايه ايه انت تغربش قام اسلم عليكم وارد عليك والله بركب من ساعة اشوفك يا العطاس مليون مرحبا مليون والله مرحبا ولي سدا انا استنى والله جدا منور الله يبي منور ابوي بهلها يعني الله يحفظها ما شاء الله يعني تتابع ورا التراث ما شاء الله ما تشوف تصور ما تشوف نركز في التصوير انتم كبرك تراث عمر عمر شو تقول لي تو ما شاء الله البنت تتابعك اول باول كم عمرها عمرها 9 سنوات شو حافظه من الكلمات يعني ما قلت لكم الصلاح تموت في الصلاح وعني انا حافظها لا تقول ما قلت لكم لا تقول ما قلت لكم والله لا والله بنجد نبات تنزلها مفيد ومفيد في دول الخليج في دول عربية الحمد لله بارك الله فيك شوف الله عليكم أنا لو عندي هالمكان كله ما بودره بجلس 24 ساعة في هالسوق أتمشى سوق جميل في منتهى الروعة علي أنت دومت في هالمكان أنا ولد عماري أنا عربي وهاي منطقتكم منطقتنا ورا السوق والله شيء جميل مكانكم انتو بيتكم حديث لو من هاي الاوليات شعب مو هذه الاوليات ما تحدي الان كل الناس نقلت اللي في البيوت القديمه هذول كلهم نقلوا شمال جده ونقلوا من عطاس انت من متى تتابع
انا اتابعك من اخر زياره ابو داود سليمان القصار هي المهرجان اللي كان في دبي وانت كنت استضفته تابعتك لانه في نفس هذا لما نزل سليمان انت برضو من متابعين برضو انت اخذت عنواني من 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 سناب سليمان القصار اخذت سنابك عنوانك طبعا تليفونك وعنوانك من تليفون احمد من ولد خالد إيه لكن السنابي خدت من حساب سليمان القصار سليمان القصار والله ما كان متابع حساب سليمان القصار الله يسلم هو يسمعنا ابو داود اي اكيد نوجه له تحيه يلا الله يحفظك محمد عمر العطاس نعم. اقول لك شيء الاول عندنا مطرب نحب ابو ظبي نعم يسمونه علي العطاس إيه. تعرفه موجود حي لو ما موجود هنا في جده ما اذكر الله صدق والله مستحيل احنا اليوم نحن جهال وشيبة واليوم شي ضعيفون غليويسة واليوم مجتمعين معاك والله مع عمر ابو سراج اللي هو رئيس فرقة ابو سراج الفنون الشعبية ايوة زين وعلي العدد والثلاث الكوكباني تعرفهم الكوكباني هذولي من صنعاء من صنعاء واحد مات واثنين باجين تقريبا زين علي ترى كلهم ماتوا هب اربعه يربعهم مصري هاي غنون تقول هذا مات وهذا مات وهذا اربعته هو اربعته هو ما باربعتي انا خالد يا خالد احلف خالد لحمشه بعد ما حد ابوي تنبل اي شغل ها شوف ما حد تنبل اي شغل كلن ابوي يشتغل ها ما شاء الله هاي هاي الاول السبال نحن نسمي لا زق سبال اللي هو تسمونه سوداني شو تسمون انتم لوز 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 لا لا يحمسون يب تراب تراب ولا ملح 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 ولا تراب نحن الأول سنين الأولية يحمسون بتراب ولا ملح ما شاء الله الله يعافيكم إن شاء الله أعطى شويونا سنبل هر كثيرو شوية مشكور طال عمرك ايه محمد والله لو ما قابلتك اليوم لازعل زعل عليك ليه جننت كل يوم في مكان تروح سناب في تحط تنزل سناب في منطقه فجاه تلاقي منطقه ثانيه ترى ما عارف ايه والله ترى جماعه اللي في جده بو يسامحوني اللي استوى بينه وبينه موعد او قلت بتلاقى فياك ولا بنتلاقى مع بعض او شياته وخلفت انا الموعد اولا انا انسان مش مخير مسير مخير ايه وامشي ولا اعرف متى بنظهر مثلا من العزيمه الفلانيه ولا من المكان الفلاني ولا من الحفل الفلاني فلذلك تلقطني ما اعرف كيف اتواعد ويا الجماعه فلذلك بين فتره والثانيه الساعه اللي انا كنت فيها في المكان الفلاني والقريه الفلانيه ولا السوق الفلاني واللي بيلحق عليها مثلا هالفقير ها يا فقير الاول يقول لك 140 كيلو احنا تلاقينا 110 صفن 30 كيلو وهو يربع بعد ما تمثل للشفاء الشيخ زايد طلب الجناح اللي كان هو فيه يجيب فواتير خاصه بالمرقه ليه اتذكر قلت لي اللي معهم في امريكا يهودي معاهم صح قلت لي عليها قلت لي انزين عدها هذا خلاص عدينا لا لا احنا شرمن بها كامل معي هنا ومن ضمن المرضى الشيخ زايد قال جيبوا الجناح كلهم وانا بقوم بتسديد فواتير المرضى نعم من ضمن المرضى كان واحد يهودي فالإخوان الله المرافقين الشيخ زايد الله يرحمه خبوا فاتورة اليهودي ايه عساس ان ما يبون يحرزوه ايوه فلاحظ الشيخ زايد كان مش هناك مخبي قالوا لي سيدي هذه مالت واحد يهودي قالوا لي يهودي بشر ما يمرض يعني ما حد يهود غيركم انتم الله يغفر جيبوا الفاتورة وحاسبوا عن الجميع والحقيقة يعني تسديد فواتير المرضى كلهم بعدين المرضى اجتمعوا طلبوا مقابلة الشيخ وجلس معهم الشيخ وعاد ذاك يعني كان في حالة يعني يرثى لها اليهودي كيف بيسدد الفاتورة من ضمن المجموعة فقال لك كيف سددت عن الفاتورة يعني بلغ أنت ما تبشر وما تحس بالمرض مثلني فقام توصل هذا الشخص مع الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له ويسكر روح الجنة إن شاء الله ويتجاوز عن كل خطيئات إن شاء الله
يزور شيخ زايد بين فترة أخرى في المستشفى؟ لا في الإمارات. لا أمريكا. يجي أمريكا ويزور الشيخ زايد وأمريكا من أصول يهودية. وتم أيضا تواصل مع أولاده الله يعطيهم العافية حتى أسلم. أسلم لا إله إلا الله. حامل البيوت القديمة. نعم. شوفوا ما أجمله. شوفوا ما أجمله. شوفوا ما أجمل هالبيت. بيت المتبولي. متحف المتبولي. شيء مكتوب عنه هني. مالك الملوك إذا وهبوا لا تسأل عن سبب. مبادرة دار بيت المتبولي. وقف المتبولي بالمطار التاريخ. اسم المشروع تأثيث وتجهيز البيت بالطراز الحجازي القديم. تاريخ إنشاء البيت 10,022. تصميم وإشراف ما أدري بنوم إلا ما أدري أشوف. المهم كل شيء فنان. طع الباب أنت مغلظة. لا إله إلا الله. أنا كنت جالس أسولف ويا سعادة القنصل العماني. نعم. لدى جدة. العماني لدى جدة كان يروي لنا قصة من قصص المخفولة الشيخ زايد الله يرحمه. الإسلامية. حصلت في أمريكا. حصلت في مايوكليك. كان في مستشفى. والقصة شو اللي شفتوها؟ دفع عن الجميع. وحتى في قصة ثانية أكل حمام ياكل برا مطعم. اعطاهم مدى الحياه ان ياكلون الحمام برا مطعم. دفع لهم سبحان الله مقدم. قام خمس ست في الشهر احسبوها خلاص واعطوهم مبلغ اكثر عن حاجتهم المطعم ان ياكلون الحمام. لا اله الا الله. في انسانيه مش طبيعيه. الله يحفظه ويرحمه ان شاء الله. سبحان الله. كل حد يذكره. اي والله في كل الاماكن وصلنا بلاد ولا مكان الا كل يرضى الله. امين يا رب العالمين. عشان يشوف وين مطبخ؟ هذه الحارة. انت فريجك من هناك؟ صبر عاد. هاي شو حليه قدامنا هذيك الليتات؟ هذه شاورما شاكر محلات الشاورما طبعا. كل هاي الليتات كل شاورما؟ كلها شاورما. طول هالشارع. طول هالشارع نعم. انزين حيله العطاس. نعم. صدق هالكلام من حليه سمعناه ولا اشاعة؟ انه يقولوا هاي محلات المحلات هاي كلها لحم كلاب. لا يا شيخ اذكر الله لحم كلاب البلدية بتخليهم كلهم هذول عندهم لحم كلاب. وهلا في ديوات اللي نزلن كلام فاضي اكثره كلام فاضي. والله اي والله يغرك. معقوله الناس بيشتروا هذا وبيخليهم البلدية؟ لا يعني هذا ظهر في ديوات زاخين قاصبين كلاب وقاصبين الحمير. محمد ما يعرف لحم الكلاب. لحم الكلاب معكوس خلف خلاف عن الذبيحه. ايه ايه. والله الشحم تحت واللحم فوق. يا هاج ساعه منو بيطالع وقت اليوع ما يلطمه اي معقول هالدنيا. شوف ذا برضه مطبخ يمني. السده المحطه هذا المسجد حتى تبع باللاذه. هذه حارتنا. السلام عليكم ابو محمد. جينا طال عمرك شرينا نعول سيزار بشوتي انا وهالريال الطيب. قالنا تعرفون الخالدي؟ قلنا انا نعرف الخالدي. قال الخالدي اكثر واحد يشتري نعل من عندنا. قلت ابوي تعطونا ببلاش. قال منو يقول لك؟ ها نو بلاش هذا باي فروم دبي مول اولسو مارينا مول لاست ايد. ظلمناك يا ابو محمد. قال لا الريال يشتري دفع كمباني كبير. قال بيك كاستمر ها. ثانك يو محمد علي. ويلكم. ثانك يو سيك هلدي. السلام. اوكي ويلكم. قاسي مع الشباب نسولف. حمد اصورك برايني. صورني حاسر. لا قاعدة انزين بعد تعدل. اي لازم هذا تسمونه هو ايه. العطاس ابوي من لصق لصقه ونسهل ونسى بيت ونسى دنياهم. والله مرحبا بك يا العطاس. والله تنسوا نصيبك يا ما عزك. والله ابو محمد يعلك تسلم. الله يرحم والديك. جايتك في جده وزارتك لي وتواضعك ما شاء الله. جزاك الله. هاي ابوي لواح. هذه الشرطه تصبر. هذه يكون فيها موكب حق ابو محمد بعد. الحين كان الحوار حمد انت تسالني عن قبل.
الأعراس الأولية شيء فيه هنس غنى. شوف يمكن حاليا الدق ولا غنى يسوي في الفندق ساعة ولا نص ساعة. الأول الربشة في الأعراس حمد ثلاثة أيام ليل بنهار طبل العود والمسندة والمكوارة والنوبان والعيالة والرزيف والحربية وكل ومالد آخر يوم كله هذا كم يكلف؟ ما يكلف لا ما يكلف وايد والله. الأول العيالة اليوم 3000 العيالة اليوم 3 ويوم هاي الأول يوم عيارة القبيسات يوم عيارة القبيسات روحهم ويوم يشركونهم الزعاب ويا القبيسات خيب 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 أبو طابة أنا كسرتني يا أبوي عنبو لوروبا لو روبا صلحت ظهرت الزبدة حتى نسيت شو بقول. هي حمد وآخر ليلة كان ليلة الأربعاء والخميس آخر ليلتين يجيبون أبوي سمرة يجيبون الأول والله لحقت على كذا عرس في مدينة زايد يجيبون يسمون حياة زويد من البحرين الحين بنين بس أنا بسوي ثلاثة أيام قدام بيتنا بتصريح بلدية لا والله يسوون قدام البيت كله قدام البيت ويبون بالخير الاول وحياة عبد الله حميد ويبون وايدين اللي يغنون في الاعراس يعني وحياة جابر وكل وايده الاعراس سمره ابراهيم علي محبوب علي محبوب تعرف علي محبوب في الخيمه تكون لين تروح جبودها هي والله لكن على فكره ما كنت استوى عرس يا ربي خدني يا رب يا حمد لك بطلة المطربين الحين يبني ميكروفون يبني واحدة من شرق آسيا ما أدري غرب الوطن العربي تغني أبا يبني واحد من من هالدار انزي هي والله على حلة غاوي يستوي العرس حمد شي أنا أطري لك حمد ولازم في العرس نعم إذا ما يستوي تستوي ضرابة وانت الشرطة هذا ما بعرس نقعد هي والله لازم ضرابة والله تولهنا على الضرائب الأول الحين ما تسمعي عرسون الوادم وما ما كان استويت ضرابه انا عرس كان عندنا واحد من اخواني ودوا المركز لا نحن ضرابه ومن البلاليس واحد يوايق على خيمه الحريم ويشيط شيط طيب اي هذا يا الله هذا لا بد منه شو سوابه يا المركز قال علومكم قال له هذا يوايق على الحريم قال له جليت في قال اروح ها علي نحن في وين الحين احنا في حي الكندره الحي هذا نعم اسمه حي الكندرة نعم عبارة عن شو ترى فيها أسواق في مجمعات إيه نعم. لكن ونحن الحين وين عانين وين سايرين الحين عانين المطبخ جريف اسم المطبخ مطبخ جريف إيه. شو ماله هذا للمطبي والمندي وال كل الأكلات الحضرمية يعني هذا معروف معروف مشهور في جدة طبعا أيوه وفي نصح الحارة نعم والناس تتي من آخر الدنيا طبعا ايه وفي مجموعة مطابخ عندك مطبخ الربيع مطبخ مقرب نحن عانين عسب الشو مطبخ جرف هو هذا أخيار هنا نعم هي يا ركال يا ركال شوف هذا هو المطبخ وينه هذا مطعم هذا مطبخ جريف هذا شوي زين شعلي هذا أبوها مطبخ جريف مطبخ بن سوداد ها؟ هل جدا ما يوهني؟ ما قلت ايه والله يصيحونه هذا هالمكان السلام عليك هذا مطبخ هذا يقولك يطبخون على الحصى هذا يطبخون على الحصى ايوه طباخهم ابوي على الحصى هذا يشوفون هذا طباخهم ابوي على الحصى على ما تشوفون يلا هذي شو هذه المقاضي يا سلام انا ابوي ما بله هذه خلي يسوي لي من هاي ويزيد عليها سوى يسويها كريسبي رقم واحد شو هذه يلا هاي الكرشه إيه؟ هو مطوايب المصران اخضر الله يعز النعمه لا لا ما ياكل كرشه وهذا ما يعرف الاكل والله العظيم لكن صنعت لا اراديا يعني تعلم الكرشه ومصران يلا يا هاي ابوي قوى شو طعمها يلا جنان لا طعم كل يوم لازم تطعمها ان شاء الله لازم اطعمها اي نعم مع السلامه بروح البيت شيء حي اي نحي الحين عبد الله شو ترتيبكم الحين خبر من اول لازم يزبر الرجال اسمه عبد الله هذا اول بادي هذا هو الطلبات
يزقر واحد يسمونه عبد الله. لا 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 ام رشاد. ام رشاد؟ ام رشاد؟ مرحبا. ام رشاد؟ اي والله ام رشاد. مرحبا وسهلا. ايوه يلا. شو اسمك انت ابوي؟ محمد صغير. محمد كم عمر مطعم هذا؟ والله هذا فوق داخل ال 40. 40 40 دخلت وانا اصغر من ولدي عيني. ها؟ اصغر من ولدي هذا الحين كذا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. فوق ال 40. فوق ال 40. يعني هم في الاربعينات كلها. ما شاء الله ما شاء الله. شو تقدم من لك؟ المطبي، المقلقل، المطبوخ، الفرن، المندي. أيوة. كلهم قدموا. عاد شوف اللحم هذا الصغير اللي قلت لك الابيض؟ ايوه هذا. هاي ذبيحه حيله؟ ايوه هاي ذبيحه وريهم نص. هاي ذبيحه كامله ولا؟ هاي ذبيحه كامله. بس هدا اهل نبوي كله؟ هي نعم. يلا قطعوا مضبي. قطع مضبي. ولا يهمك ابشر. حطوا لنا صغير ابوي حطوا لنا هم غاضيف الكرشه وهاي ضروري ها؟ ما عندك مشكله. خلي مستوي زياده نحن مستعيلين. صحن مغادير وصحن فريح. حبيبي نبغي مستوي زياده. مره ناضي على الاخر. مره ما تاخذ الا شيء. بارك الله فيك. يا رك الله يا رك الله يا رك. شابي يعني كيف؟ شابي قطع صغير. شابي؟ ايوه يعني قطعه حق مضبي. هي مضبي صغير صغير. ونبغي ناضي رقم واحد. ايوه ام رشاد. لبابوي كامل مضبي. لبابوي كامل وناضي. ايوه هذا ابو رشاد. ما شاء الله ما شاء الله. هذا ابو رشاد وهذه ام رشاد. هاي ام سالم رشاد ام قول في سوق الحرايق هذا يبارك على هذا. ما شاء الله عليك. يلا بارك الله فيك. يلا بدنا نسوي مكان ترتيب زين زين. يلا يلا بارك الله فيك حبيبي. بس ابوي في لك نقول لهم نبغيه مالك نسوي نسوي مر حمر تندر تشكر عليه. يا رك الله يا رك الله يا رك الله. ما ها ما اسمع. لا 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 نحن نبغى ويا الناس ما نبغى ويا لا لا خاصة ما نريد ورخاف نحن نبغى ويا العرب. نحن نبغى نقعد معنا الناس جلسنا روحنا كأن جن. بس عشان هو غرف غرف طريقته ها طريقته غرف غرف. انت كل واحد يلا اللي تشوفه. ها وين تبع بعد وين بسير حجره؟ لا نعم حق منو هذا؟ هذا ديوس حري مدينة. ايوه ايوه بارك الله فيك. حياك الله. اقول لكم سعادتي منو؟ هذا صاحبنا خويه. خويه اسمه حمد. حمد فعلا. حمد في على سمعه في الحمام. شو تباه انت حمد؟ تعال ياي. شو تباه انت حمد؟ انا بس اقول فعلا ما اعرف. بيجي تعال تجلس. بس الحمام بعد؟ زي سر ثلاث اربع حمامات شيء. قفل وما احنا مخصوص لكل. زين تريق. اقول لكم يخبرني محمد يقول ابوي اتي طلبات من اخر الدنيا زين ليل تشتم منها المطعم تسيد ليل مطار وتسير المكان بعيد عبر المحيطات والبحار. نعم من زين خدمتهم هالمكان. معلوم ان مكان عادي كديكور يعني مطعم مال الناس العاديين لكن خدمتهم تنطلب من اخر الدنيا من دار لنديره طير طياير يشلون ابوي الاوردر من هني لين اخر الدنيا. شوف كم منو تكلم الحين انت؟ ايه ايه اعطني اياها. السلام عليكم ايه. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله طيبه. ايه الحين هذا ابوك؟ ايوه. بسم الله الحمد لله. يا ما شابهتي زين انت شابهتي امك. لا بحلو ولا شياته حل برشة وين يا حلو هذا حين حلو هذا بعد تتعدل بعد تتعدل حتى سمرت. لا لا. ما شاء الله عليك يا آية. في أي صف أنتي؟ كيف عمو صلاح؟ عمو صلاح بخير الحمد لله. يقول لك في أي صف أنتي؟ ثالث. ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك. سلمي على امك وسلمي على اخوانك. طيب شكرا. ايه اقول لك هل ان ابوك يشغل المكيف على طول في البيت ولا ساعات يبند عشان ما يصرف الكهرب؟ ايوه كيف شغال على طول ليل بنهار ولا يبند بعض الاحيان؟ لا
اي بنده صح. انا قلت تدريبك الله من شيفك شيفه بخيل ما يحتاج تقولي لما يدريبه. يلا مايا سلمي حبيبتي سلمي. نسلكهم ابوي بالمطعم هذا يحطوا لك ابوي السح وطحينيه وهذا قش دقوس وفلفل اسود ويا ملح وعسل. واول بادي يبون لك هذا لهن شو يسمونها؟ مغاضيف. هالمغاضيف شرشه مطواي ابوي بهذا بالمصران والعسل. هذا شو حينه؟ ها؟ هذا لحمنا الحين؟ هذا اللحم ابوكم المغضي وهذا المغاضيف والكبده لقيناكم والكلاوي وكل. بارك الله فيك. وش تبوا ثاني والعسل وال طولة عمرك طولة عمرك طولة عمرك. قفل عليهم الباب يا ولد. والخيبه قفل الباب. شوف البارد ايش البارد شابون ولا مويه بس؟ كولا بيبسي ليه؟ كل شيء كل شيء ابوي نبع. اللي تبونه. هي خربانه خربانه. بيبسي ادري. الكرشه هذه كلمه دواء جليله عليها. جليل عليها جليلة. ها لفاد ها ها لفاد لفاد وجلاء وطحاق كل شيء كل شيء. شو ما نتيجة يمني ستيك هاوس. ها يمني ستيك هاوس. يلا يلا ديمها من نزل تحفظها بالزوار عسل حق شو قال الدقة طبوط حمد لازم ابوي تقبض الخبزة وتحط فيها ابوي الحيمه. لا لا حضرميه مضبوط علمهم ضروري. ها علمتك خلاص. ها تحط فيها الحيمه تغمسها طال عمرك خيبه تغمسها حطيتها في البق رشيتها تغمسها بالعسل عقب يلا تقول بها يا حبيب النبي بعدي بها رمز. هذا هو طريقه الشوي غريبه. ها من يحطون قطعة اللحمة يظهرونها بعدهم من تنضى نص صنبول أظهروها بعد بشطوها من غير بشيط. شوفوا يشحمونها اللحم الحصى يحطون عليه شحمة من تنحم شو شحمة يحطونها فيها المنتب. لا لا شحمة شحمة البطن شحمون الحصى شحمة البطن صار خليه يتبشر. ايوه كل شيء على حله. العطاس محمد نحن في وين حينا؟ احنا في السوق الكندرة. اسم السوق؟ ايوه سوق الكندرة. سوق الكندرة؟ نعم. زين. هذا شو يعني سوق الكندرة؟ هذا سوق شعبي برضه من الاسواق الشعبية المشهورة في جدة. ايه. قديم. ايوه. بلاك ما اشتهيت تاكل محمد؟ ها؟ ما اكلت؟ ما تعشيت؟ لا تعشيت الحمد لله. ما شفتك اكلت؟ لا والله هذا اكلتي زيك يعني. اكل على خفيف العشاء بالذات. متأكد ان هذا اللي انا شفته خفيف؟ ايه. اكيد؟ اكيد. كيف مش تراني كان ما ياكلك انت قاعد تراقبني. يلا قابل سكين وتبشط اللحم. انا باشر عليك ترى. ويت باشر والله ولا عزمت علينا حتى بزنه يا ريال. باشر عليك واقطع لك. ويقرب حمد حمد في ذمك. انا ما شفت حد يقطع الا محمد قطع لي. قطع فين قطع له بس انا ما قطع ما قطعت انا قطعت له. شفت حد في ذمك محمد يقطع لنفسه كان. شفت بالله عليك كم سرط؟ احنا مو مهلك انت. انت المغاضيف سرطتها ما شاء الله. هاي ما سرطتها اكلت حبتين ها مال من طرف الكبد والمربطات بالمصران. وانت لفيت الدنيا تبارك الرحمن. صار حظي لا اقول ما شاء الله ما شاء الله تبارك بنظلك شو يختلف فيك يعني؟ ما شاء الله 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 يلا احفظي ما عليك يا ارض تهدي ما عليك يأدي ما شاء الله يلا الله يحفظك يا علي 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 العطاس ولا محمد العطاس؟ محمد العطاس الله يبارك فيك ان شاء الله. خبرنا عن عمرك. خبرنا عن عمرك. كيف عمري؟ هي كم عمري يعني؟ لا خبرنا عن عمرك. ايش اقول لك تبغى؟ يعني خبرنا اي اخبار عن عمرك. لا
هذا سر بعد. بتنزل انت عندنا محمد؟ اي نعم. مشكوع وشكرا على انك خاويتنا هالسير الفنانة. العفو. ويزاك الله خير انك انك استحملتني على واستحملت طولة لسان. لا والله عزيز بارد على الخاطر والله. بارد على الخاطر؟ اي والله. اخذ من يده يديد. اي استنى بس. بربر قدام. اسمع انا بنزل. يعني الله يحفظك. حمد ريال بينزل عنك. يا مرحبا الله يحفظه. على خير الله. يلا في مال ابوي. يلا الله يحفظك. بالنسبة لكيفة الشاي. هذا مكان كشك موجود في كل مكان، كل 2 كيلو شيء كشك، كل 2 كيلو شيء كشك. اسمه المذاق المغربي. عندهم شاي لا صار ولا استوى في الدنيا العوده، بالاخص عاده اذا بترمس هالريال اللي بيبيع هو الشاي يجي متربيتين او 3 ربيات. الزخر اللي يشتغل داخل فقير تقول له هاي 10. سوي لي شاي مغربي مركز فنون وخلي شكره داخل. يلا 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 يسوي لك شيء لا صار ولا استوى. شي طعم المشموم والريحان فيه ريحته خنينة خنينة. بحس طحت لي واحد طول الكف. قاعدوني يا ليت ما قاعدوني. قلنا لهم بوي بعدني في مز وغزل في قو تو هو بادي ما طاعم. هذا الله يسلمك اللي توني نزلته، هذا يسمونه نوط او شهادة نوط او شهادة انواط. المجموع تسمى انواط. انواط هاي مثل شهادة تقدير. هاي الشهادة موزعتنها الله يحفظكم وزارة الدفاع السعودي على الجنود والضباط اللي شاركوا في عاصفة الحزم. وزعتها على الاماراتيين اللي شاركوا في عاصفة الحزم. وهذه الله يحفظكم نسخة أو شهادة واحد من الشباب الله يحفظه من اللي نالهم شرف التقدير وشرف نيل نوط من الأنواط اللي فيها تشكر وتقدر مشاركة الإماراتيين في خوض هذه الحرب الضروس، خوض هذه الحرب للدفاع عن الأراضي المقدسة والدفاع عن الجار والصاحب والصديج والمظلوم واللي يبغي تمد له يد العون. فهذا تقدير من وزارة الدفاع السعودية لكل من شارك في عاصفة الحزم. فأنا يعني الله يحفظكم بالعمد حطيت أخفيت الاسم والرقم العسكري، يعني لغاية في نفسي يعقوب، يعني ما بغيت أنه عسما تستوي تفرقة بين زيد وعبيد وفلان وعلان، وبالنسبة للي ما راموا يسيرون بظرف تحت ظرف من الظروف، يعني وإنه يعني ما وصلهم النوط هذا، أنه يعني إذا وصل حق أخوك كأن جايينك أنت ما وصلت هناك. هيك الأراضي اللي كل إنسان يتمنى يوصلها في السعودية على الله يحفظها من دار أو اليمن الشقيق. فلذلك يعني مدام أخوك نال شرف هالنوط وحصل هالتقدير عبارة كأنك أنت اللي حصلته، حصل ابن عمك عبارة كأنك أنت حصلته، حصل واحد من طايفك كأنك أنت محصلنه، حصل واحد من بلادك كأنها الدولة كلها محصلتنه. فمن طرفنا نحن كأهالي وكشعب من دولة الإمارات وك من الجالية الإماراتية سواء داخل الدولة أو خارجها، نتقدم بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا من ملكها لين كل إنسان فيها، لأن التقدير هذا اللي ظهر من وزارة الدفاع هذا التقدير يعني الأنواط هاي تشرف كل جندي من جنودنا. يا الله يحفظ إن شاء الله المملكة حكومة وشعبا ويحافظ إن شاء الله بلدان المسلمين أجمعين من كل شر وضر ولا يفرق ما بيننا يا رب العالمين. من الواجب علينا نحن كشعب إماراتي أولياء أمور وأخوان وبني عم ويران للجنود وللضباط المشاركين في عاصفة الحزم أن نحن نشكر الملك سلمان يعلى الله يحفظه ويطول بعمره ولي عهده وزير دفاعه وجنودهم من أكبر رتبة لين أصغر رتبة
بدون استثناء، ونشكر الشعب السعودي اللي ما لقطنا من وراهم إلا كل خير، اللهم لا يفرج بيننا لا في ربط أسري وربط تاريخي وربط معنوي بيننا وبين هالسعودية من أميات السنين، من استوت الدنيا شيء نسب وشيء دم ولحم وترابط أسري ومجتمعي، وبيننا وبينهم صداقة ما يعلم بحجمها إلا الله سبحانه وتعالى، متأسسة من عشرات السنين يمكن من أميات السنين، من استوينا وشبينا ونحن نعرف أن لنا خال ولنا عم ولنا نسب ولنا دم ولحم وعروقنا مترابطة من استوت الدنيا لين اليوم. فلذلك حدودنا حدودهم، بلادنا وبلادهم واحد، ما شيء فرق بين الإماراتي والسعودي في كل كبيرة وصغيرة، بلادنا وحدة، مصالحنا وحدة، مصيرنا واحد ومصيرنا مشترك وعيشتنا وحدة، وانت جاسم وياهم قلاص الماء، وما حد يا الله يحفظكم يروم يتجاهل الجنود السودانيين. الجنود السودانيين لهم مشاركة مشرفة وتبيض الوجه، ولهم شهداء كثر، اللهم تقبلهم ويا الشهداء والصديقين وغفر لهم يا رب العالمين. شهداء الإمارات وشهداء السعودية وشهداء السودان. نعم السودان لها فضل كبير ما ننساه، ولهم شهداء يا الله يخلف على هاليتهم إن شاء الله بالخلف الصالح، ويتقبلهم مع الشهداء والصديقين يا رب العالمين. السودان بلد صديقة ويا السعودية ويا الإمارات من أول ما استوى الاتحاد وقبل الاتحاد. ما تشوفون أنتوا نسبة كبيرة من السعوديين في الإمارات، من السودانيين شمنا علاقتهم قوية ويا الإمارات من سنين، ومن شافوا حمية الوطيس بين في الجبهة أول من دق صدرهم السودانيين دون عن غيرهم، فدوا أول في الصفوف الأولى، كيف ما لهم تقدير؟ لهم تقدير فوق الرأس السودانيين. نعم أشهد أن لهم تقدير، دفعوا ما وراهم ودونهم، ضحوا بالغالي والنفيس، ضحوا بعيالهم، ضحوا بعيالهم لجل رفعة والدود عن الأراضي المقدسة السعودية. السعودية أبوية هي الكل في الكل، وين الروم؟ وين الروم نحن يهنالنا؟ مستحيل يهدالك بال ولا يرتاح ضميرك ولا تليج في أرض الله، عينك تهمل 24 ساعة، وين بيهنيك الرقاد؟ وين بيهنيك الرقاد؟ فلذلك فزعت أبوي الإمارات وفزعوا أهل السودان والعرب اللي فيها خير، ودقوا صدورهم وداروا أبوي في الصفوف الأولى مبنى الشادين، صار شهيد 10 20 30، هذا الرزق من الله، العيال رزق من الله، يوم أشرف لهم يموتون أبوي عيالنا في الجبهة ولا يموتون على فراش الموت العادي بعيد. كملنا من رزق وكملنا من نصيب وكملنا من الأجر، يا سعد من صار له شهيد من عيال ولا من إخوان ولا من بني عمه، هاي روح نعمة يبالها حمد الشكر. فكل الشكر والتقدير للمملكة ملكا وشعبا، صغارهم قبل كبارهم، شكرا لهم على تكريم الجنود والضباط بهالأنواط التشريفية، بهالأنواط اللي هي تعتبر أفخر ما يقدم للي خاضوا الحروب كعرفان من وزارة الدفاع السعودية. اللهم احفظها من دار ودوم العز عليها، وانك تطرح البركة في شعوب المسلمين أجمعين. صبحنا على خير.